السلام عليكم. طبعا نقوم بطريقة جديدة باش اكتيفو لا كونيكسيون غراتويت دي سلاو دي ان اس. سلاو دي ان اس كتعطيكم واحد بروميو واحد السيرفر اللي كيتيح لكم تخدموا بالانترنت فابور. هو بروميوم تي جي سات. بالنسبة لهذا من دي ان اس يعني مع كل واحد الشبكة ديالو. بالنسبة للشبكة اتصالات المغرب من بين هذه راه كتكون مختلفة 888 ديال اورانج. الاخرين يمكن نخليهم بو في لا ديسكريبسيون ديال هاد الفيديو. المهم هاد الاعداد اللي كتحافظو يكونو بحال هكدا 275 80 888 بالنسبة للمول اورانج. كاين واحد الملاحظة هنا في الومان ديال ليوتيليزاتور متكونش مكتكونش هكدا نتوما غتجيو كتمسحو تخلو غير تيري بالويت وفري على كدا دير شي سنية كيما بغات تخدم على الله اللي كتخرج هكدا دير كونيكت كدير كونيكت كتخرج من الهوم كبيرة كتنتظر لوثنتيفيكاسيون حسب ما يشد الريزو غادي تكون ديك الطريقة سهلة صغير شوية ديال التعامل مع الكونيكات الجديد سنتر 3 كيلو بايت سوبوند وما فوق يعني تقدر تشد أي لعبة كونيكات ما تقدر تعقل نجربو مثلا يوتيوب ولا شي حاجة بحال هكدا كنظن أكبر حاجة هي اليوتيوب يعني نشوفو أفضل كيف هاد العلامة هادي راه غادي تحيد هاد العلامة هادي الوارنينغ نو انصور ريسيفر يعني هادي راه ممكن تحيدها غير في البارامتر ديال الابليكاسيون. نتنتظر شوية على ما يطلع شوية لو فيديو لحقاش أول مرة كيكون لو فيديو ضعيف شوية تكون حتى واحد دقيقة ونص جوج دقايق ثلاثة حتى يتسرح السيتي مزيان. شوفوا اليوتيوب صماش نقولكم تخليو شي جيم وديرو سبسكرايب للقناة ديالي الفيديو باش زعمونا نديرو فيديوهات اخرين. اول فيديو ديالي اسمحوا لي على هاد لحقاش ما عنديش الوقت بزاف بالنسبة للشارع نقدر نوريكم طرق عادي عادي بزاف مي الوقت ما كاينش لهادشي.